السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. يعني ممكن تلعب وتتسلى، ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسابق أمنا عائشة. مش من العيب أنك تتسلى وتلعب مع أولادك ولا مع زوجتك ولا مع أحد من المسلمين، لكن خلي بالك العيب أن احنا ما نظهرش الكلام ده في دين الله. الناس بيفكروا أن احنا معقدين ومحدش بيلعب هو وأولاده، وأولادنا زي ما انتم شايفين كده مستعدين انهم بإذن الله يتسألوا شوية أسئلة عشان نعرف يعني ان احنا ممكن نتسلى وفي نفس الوقت نتعلم. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. كلكم مستعدين؟ مستعدين. السؤال الأول، اسمك ايه؟ اسمي. اسمك ايه؟ حنين. اسمك ايه؟ جهير. اسمك ايه؟ اسمك؟ سم. اسمك ايه؟ رعد. جميل. السؤال الأول، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كمل. الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. مش عارف. حنين، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. جهان، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وصبا وزيتونا ونحلا وصبا شموسي معاكو الشمس ما شاء الله، يبقى لازم نجيب لها حاجة عن الشمس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها بس خلاص. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إلى أصحاب الأخدود أنان ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تمام. هقول لك آية وتقول لي هي في سورة إيه؟ تمام؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. سورة إيه؟ الفجر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. سورة إيه؟ سورة الإخلاص. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. عود ما تخافيش. يا بنت عود ارجع ورا. طيب. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الفجر. ماشي ماشي تبعودي. انت خايفة ليه؟ تبعودي تبعودي. سورة الإخلاص قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم لا يتذكر. لا يتذكر. السؤال، اسم أبي إيه بالكامل؟ أيمن. اسم أبي إيه في الكامل؟ أيمن سيد حسين حضر. أيمن سيد حسين حضر. أيمن. أنت مش عارف اسم أبي بالكامل؟ صح، مش عرفني هو صح؟ ها؟ اسم ابي ايه بالكامل؟ ايمن سيد احمد بيضا. طيب اسم ابي بالكامل؟ ايمن سيد احمد بيضا. اسم ابي بالكامل؟ ايمن سيد احمد بيضا. تمام. طيب اقعد. لا يتذكر. اسم ابي ايه بالكامل؟ ايوه سيدي.